نقول ماشي معايا كيفاش بوعوا فيا لو كان جوعوا فيا كيما انت قال لك لو كان النساء اوفياء لكان منهن الانبياء الله يعني انت في الحق هذا لو كان جوعوا فيا ماكش انت دير لا ماش ضدهم صح مي انت راك انت ما كاينش منها ها ما بالك يحسوا ما بالك وما بالك يحسوا شويه وين جاي يحسوا ما يديروش واش داروا فيكم يا عبد الله بالنا بها صح ما عندهم لا ضمير لا احساس ما يخافوا ربي ما هم بشر هادو ناس صح جهنم دابا جهنم غدو يوم القيامه الناس يدير بهم النار وتقول النار التي وقودها الناس والحجاره هادو الناس لا يدير بهم رب العالمين نار القيامه ها قلت لكم انا قلت لكم المسيره ماشي حل قلت لكم خيروا 48 بيناتهم كل واحد من كل ولايه وتفاهموا بيناتنا نكسروا نخيروا ربعه عندهم دكتوره في الشريعه من اهل الدين نديروا لهم تزكيه ومن بعد من التزكيه نديروهم للفوت نفوتوا عليهم من اهل الفوت اللي يخرج منهم نديروا له المبايعه كما يقول ربي في القران هذه هي وامركم شورى بيناتكم انا واذا ما درناش هكذا انت مكاش الخمسه هي عتيقه عتيقه هذا ميت ماهوش يسمع في كاع واللي راهو مع هذه المافيا وهربوا سرقوا دراهم وهربوا ومعامرة تهدر انت تهدر مع الريح لازم حل مادام ما هدرش هو اسمه ما كانش الرئيس عنده سنين ما هدرش لازم الشعب هذا كيخمم يدير الرئيس وحنا نديرو ثاني نمزح ولاد فرنسا كيفاش؟ يا ودي فرنسا خاطي هذو ما عندهمش والديهم كاع كيما الرئيس تاعهم عندهم كاع باباه تعوجهم فرنسا يا حسرة فرنسا ما هم سامعين بينا كاع قام مدين غاز يا مرأة ما هذيك يدي هذيك ولا بلا بك هذيك ما يجي قوة انت الماريكا بيجي تقدر له ما عندنا والو ربي يقول في القرآن وعدوا ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون عدو الله وعدواكم انت الفارين غدوة يحبس هذيك ما عندكش واش تاكل واش وجدت انت يا ما عندك والو باش تقدر لهم الايمان ما عندناش هم نصحى انا طالقين ننساهم هم اللي في وسط الغاشي الديود راح يسمعوا ربي حتى الدعاء وما يسمعوش منا رب العالمين تقول لا تنكوسكم لازم يسمع يتوب اللي ما يصلي شيء واللي يصلي مش كي تدعي ربي يستجب لانه اللي يستجب انت عنده شعور الشريك فانت هتستمر يشرط لك واش تجيبه ومش لازم تكون انا رانا نكون بامور طاز نهضرو باش نهضرو يعني ضرب عباس عروق راني معاك يا عتيقه يا ولاد فرنسا انا بان تحت انا حتى هضر ديفوني وهما راهم قاضين صوالحهم سرقوا الدراهم راهم يهربوا بالواحد وحابين يدير واحد اخر في بلاصتهم اللي ما داروا. حراك هذا مليح حراك هذا. هذا ما يسموش حراك هما اللي حركوا حيرات، حنا ما نجي حيرات، هذه اسمها حركه موفمون في دورنا، هذه ماهيش حيرات حركه. ماشي من اجل التغيير، من اجل التجديد كي تقول التغيير غلط. انا امير. ايه كي التغيير غير الحياه هذه منا ديرها منا الحياه هذه ولي منا، تسمى ما درنا والو. ديروا التجديد حاجه من داره وجديد. يديروا ناس جدد اللي ما توشاوش ما داروش المشاكل ناس نقيين يخافوا ربي هذوك نزكوهم تعيد التغيير يقول لك انا وزير الصناعة ندير وزير التجارة وزير المالية نديرو منا هذا نديرو منا انا غيرت لك هاي انا بدلت بس عاك ما درت والو هكاك راك طالب حاجة ما كاينش